طابع جميل، طابع فيه تفاعل، فيه روك. حقا الأمر لم أكن مستعدا لقيام هذه المحاضرة، ولكن جاءتني فكرة، قلت لماذا إن التحولات القيمية أحد أهم هذه التحولات القيمية هي التحولات الدينية. هل هناك تحولات دينية؟ وهذا هو السؤال هذا الكتاب الذي وضعته، ومنذ البداية يعني أحاول أن أقارب الموضوع بناء على دراسات التي بدأت من 1860 إلى 2017، يعني دراسات أولا الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا والإثنوغرافية الكولونيالية وقبل الكولونيالية مع أدب الرحلة مع ويسترمارك مع شارل دو فوكو. ثم انتقلت إلى الدراسات التي قام بها الباحث من المغاربة، وكذلك قارنتها بالدراسات الاستشراقية التي اشتغلت على الحدث كثيرا من افتحوا هذا القوس بعد ذلك، ثم الدراسات الحالية حول الموضوع. وهنا محاولة هي محاولة مقاربة الموضوع بشكل، لأنه إشكال هو حينما نريد قياس التحولات صعوبة قياسها يتجلى أولا في أننا في غالب الأحيان نستعمل زاوية واحدة في قياسها. نحن نعطي كسوسيولوجيين عندنا الميدان، ولكن حتى الميدان غير كافي إذا لم يكن هناك تأطير نظري جيد. ما هو التأطير النظري الذي أعتمده؟ هو مقاربة الأجيال، يعني هذا مفهوم الأجيال هو أساسي في فهم تحولات القيم بصفة عامة، وأنت أشرت مرات عديدة في مداخلتك إلى هذا الجانب بشكل غير مباشر، ولكن هو حاضر حينما نتكلم عن المرأة، عن الطفل اليوم إلى آخره، كل هذا يعني مبين. أو إذن الإرث، إذن هناك إعادة النظر في الإرث أولاً الأنثروبولوجي والسوسيولوجي الكولونيالي في دراسة التدين في المغرب. نحن كسوسيولوجيين ندرس كيف ما هو الإسلام وما هو الدين، بل ندرس كيف يتمتع المغاربة الدين وكيف يمارسونه. هذا هو ما يهمنا كسوسيولوجي، حتى لا يكون هناك اختلاف مع الفقهاء وهذا حكمنا. إذا حينما درسنا المسألة، ما هي ما هو الملاحظات الكبرى؟ فقط لأن حتى لا أدخل في مسائل دقيقة. الملاحظات الكبرى أولا على الإرث الإثنوغرافي والسوسيولوجي والأنثروبولوجي أنه قارب الموضوع بمنطق ثنائيات التقليد والحداثة، وأن كل لابنودوتي وشارل دو فوكو أو آخرون كل هؤلاء درسوا الموضوع في هذه الثنائية الحداثة والتقليد، واعتبروا أن المغاربة هم تقليديون وأن الإسلام هو يعني مشروع للتقليد وليس لا يمكن أن يلائم الحداثة والتطورات التي ستعرفها الحداثة. وهنا يعني هذا بشكل صارخ، وبعد ذلك سيعتمدون على ثنائية أخرى وهي ثنائية الأمازيغ والعرب، ثم ثنائية الدين الشعبي والدين المصري. يعني هناك ثلاث ثنائيات أساسية إذا رجعنا إلى الأدبيات، إذن ثنائية تقليد الحداثة، ثنائية الأمازيغ والعرب، وثنائية الدين الشعبي والدين الرسمي. مراجعة هذه المفاهيم مهم جدا. لماذا؟ أولا حينما نتحدث عن الحداثة ونراها بمنطق الغرب، ونحن العروي يشير إلى ذلك بشكل كبير في كتاب الذي خصص به نقل المفاهيم، هناك كتاب مؤخرا حول نقل المفاهيم، يقول أن الحداثة للأسف نحن نربطها مباشرة بالغرب. كتبت لنا كباحثين ونربطها دائما أنها هي مرادفة للغرب.
كأننا ليس لدينا حداثة، والحداثة هي أن قديمة على الأقل فلاسفة الأندلس، نوروج، فارابي، آخرون، كل هؤلاء عندهم حداثة مقاربتهم كتصور وليس كتصور. نعم كتصور، لكن حتى في الممارسة، يعني ليس فقط في التمتع، في المقاربة المنهجية التي درسوا بها عدة علوم، وفي كذلك يعني هم من كذلك نقلوا الحداثة من الإغريق إلى الغرب، دونك هذا يعني أساسي. ثانيا، حينما الثنائية غير صحيحة، لأنه تمثل الإسلام والحضارة الإسلامية لم تتمثل أبدا من هناك تقليد وحداثة فقط، بل أنه بين التقليد والحداثة هناك أشياء كثيرة يمكن أن نتكلم عنها، بين الحرام والحلال هناك هناك هذا، وهناك الوسطية. الإسلام مبني بالأساس على الوسطية، وهذا ما يشير إليه محمد أقول بشكل واضح، والنهنة للأسف سقطنا كمثقفين كذلك في هذا المنظور الذي اختزالي، وهو منظور ناتج عن فيلسوف كبير وهو مانيشيون. مانيشيون هو من بنى المانيكيز، ولكن حينما رجع إلى مانيشيون تحدث عنه كاتب لبناني أمين معلوم لإسهام، يقول أن مانيشيون كان منفتح ولم يكن يستعمل أبدا هذا المنظور الثنائي، لكن التأويلات التي أعطيها في الغرب الفيلسوفية التي أدت إلى انحراف هذا الفكر. ومانيشيون إذن هو بالعكس كان منفتحا ومتسامحا دينيا، وهذا ما يجعل إذن لا بد من مراجعة المفاهيم. دائما أهمية باحث السوسيولوجي هي مراجعة المفاهيم التي يشتغل عليها. كذلك حينما نتكلم عن الدين الشعبي والدين الرسمي، كأننا في الدين الرسمي يوجد في المدينة والدين الشعبي يوجد في البادية، هذا في منظور أنثروبولوجيين كولونياليين، هذا تقسيم فيه إجحاف، لأنه حضور زوايا في مدينة فاس أو في مدينة مكناس غيساوي زاوية غيساوية، تيجانيات في فاس زوايا متعددة، حضورها بالأساس كان في المدينة، ولكن كان الغرض هو غرض استعماري لتبيان أنه وراء الزوايا هناك الأمازيغ هم الذين يمتلكون السلطة، وهو طريقة لإخفاء الصراع بين المخزن والأمازيغ. إذن هذه المسألة أخرى هي أن الحداثة، للرجوع إلى مسألة الحداثة لأنها مسألة أساسية، قلنا أن العروي يشير العروي كذلك إلى مسألة أساسية، هي أنه ما الذي يجعل الحداثة دائما في مساهمة، هي تلك السيرورة، لأن الحداثة هي سيرورة مستمرة ولا هذا الاستمرار، لا موديرنيزاسيون أو التحديث هو ما يجعل دائما أن هناك شيء جديد وهناك دائما شيء قديم. ولكن هذا كذلك بومان يشير إلى أن تطور الحداثة يخلق دائما مراد لها يعني مقابل لها، وهو يعني داخل في صلب الحداثة هناك دائما صراع بين ما هو جديد وما هو قديم. إذن هذا فيما يخص الحداثة، يمكن الإشارة إلى مقاربتنا، هي مقاربة كما قلت شمولية بنيت على مفهوم الأجيال. لماذا اخترنا مفهوم الأجيال؟ لأنه في غالب الأحيان حينما نريد تفسير هذا التحول الذي وقع في المجال الديني نتحدث عن الرجوع للدين، الغوتو ليغوليوس، هو يعني هناك كتاب وباحثون للأسف مفكرون كثر يتحدثون عن الرجوع للدين في المغرب. هل يمكن هنا السؤال الأول، هل يمكن أن نتحدث
تحدث عن الرجوع إلى الدين في المغرب في الوقت لأنه لم يكن هناك قطيعة أبداً في المغرب للدين على الأقل في تجمياته الشعبية وتجمياته الرسمية كان دائماً حاضراً حتى في جيل الستينات والسبعينات التي كان فيه التيارات اليسارية واليسارية الراديكالية موجودة لم يكن هناك قطيعة لأنه سواء أحزاب كبرى في اليسار في هذا الشراك وآخرون كانوا يعتبرون أن الشخصية الإسلامية هي حاضرة بشكل كبير في الهوية الإسلامية في الهوية الثقافية. إذا لم يكن هناك قطيعة حتى نتحدث، ولكن للأسف كان هناك اجتراب لما يقوله المثقفون الغربيون سواء برينو إتيان سواء جيل كيبيك أو من أو أوليفيير روا وأحد الإنجليز دوغوتو في إنجلترا يتحدثون عن الرجوع للإسلام، ولكن حينما الناس تبين المعطيات أنه ليس هناك رجوع للإسلام من خلال كل سبق الأبحاث التي بنينا عليها هذا البحث. إذن كذلك تفسير آخر هو أن هذا الرجوع للدين هو رجوع بحث عن الهوية، يعني أنه الشباب كل يبحث عن هويته والمفقودة أمام العولمة والتحول الذي وقع مع العولمة، أو كذلك صعوبات الشباب في الإدماج، صعوبات السوسيو اقتصادية بطالة إلى آخره، كل هذه كانت تفسيرات أنا أظنها غير كافية. لماذا ينتج فهم الجيل؟ فهم الجيل هو أنه يدخل كل هذه، يدخل جانب الهوية، جانب العولمة، يدخل التحديث التي وقع في الإلكترونية، التحولات الإلكترونية التي وقعت، ويدخل كذلك هذه القيم الثقافية وماذا أثرها على التدين، لأنها أساسية كما تعرفون هناك واحد التفاعل، ولكن هنا يجب مراجعة مفهوم الجيل نفسه. لأنه الجيل عند الأنثروبولوجي الفرنسي كان بمعنى دينامي، يعني كل 30 سنة هناك جيل جديد، وهذا الجيل يتم تنشئته، كل جيل يقوم بتنشئة جيل آخر عن طريق التنشئة إلى آخره، وهنا المؤسسات الأسرة كما قلت المؤسسات الدينية تلعب دورا أساسيا في الجيل. لكن هذا المفهوم الدينامي انتقدته المدرسة الألمانية خاصة كارل مانهايم الذي يشير إلى أن هذا الجانب يعني الدينامي وعامل الزمن غير كافي، الزمن بمعنى دياكروني أو دينامي، لكن الزمن الداخلي للجيل هو الأهم. ما معنى ذلك؟ يعني كل التيارات الفكرية التي تسود في مرحلة معينة هي التي تؤثر على الجيل، وهو ما نعيش فيه. في الستينات والسبعينات كانت التيارات اليسارية والماركسية إلى آخره، وكانت كذلك يعني مثل الفكر العلمي بصفة عامة، نعم، وبالتالي كان الستينات والسبعينات يعني هنا انفتاح على هذا يعني التيارات اليسارية والماركسية يسارية بصفة عامة، هذا في الجانب السياسي، ولكن كذلك العولمة، بدأت العولمة منذ آنذاك، لا يمكن أن نتحدث عن العولمة اليوم كأنها بدأت اليوم، بل بدأت منذ يعني ذاك حركة 68 في فرنسا، تيارة 68، يعني وترى الشباب المغربي نحن تأثرنا آنذاك في هذا المثل الذي عرفته والحركات الاجتماعية التي عرفتها فرنسا وعرفتها بلدان أخرى، يعني العولمة لم تبدأ من اليوم، راه بدأت يعني سابقا. إذا مفهوم الجيل بالمدرسة الفرنسية والمدرسة الألمانية مع ديتلي يشير إلى أن هذا لا يمكن أن نتحدث عن الجيل بمفهوم الزمن يعني الدقيق، ولكن بالزمن الداخلي للجيل الذي يمكن أن يقيس
هذا التحول الذي يقع عند الجين. لكن اليوم ما مزية، كيف يمكن أن نعرف الجين؟ هل بنفس منطق هذه المدرستين أم يجب مراجعة؟ وهو ما قمت به من خلال محاولة نحت هذا المفهوم مفهوم الأجيال بمنطق أن الجيل اليوم هو جيل معولم، أصبحنا إلى أجيال معولمة، أنه الشاب اليوم كما ترون في الصورة، صورة الكتاب، صار الشاب اليوم هو دائما في اتصال مع العالم الخارجي، في اتصال مع مواقع إلكترونية، في اتصال مع القنوات الفضائية، ودائما في اتصال مع العالم الخارجي. يعني نحن أمام، يعني إذا أردنا أن نسقي لهذا المفهوم يجب إضافة مدى اتصال الشباب بالعالم الخارجي ومدى التلفزيون. نرجع الآن بسرعة إلى الدراسات التي تبين هذا التحول نفسه في الأجيال. في بداية الثمانينات دراسة محمود الطوسي في مطروحته في جامعة إكس-أو-فرونس في العلوم السياسية آنذاك، فقط 8% من الشباب يصلون الصلاة يوميا، 8% فقط من الشباب يصلون هنا. ولكن تدريجيا بعد البحث الذي قامت به محمد بورقية والأستاذ هباس والعيادي، 1995 بين الشباب ديال الطلبة آنذاك 46% من الشباب يصلون يوميا. ثم في 2017 وصلنا إلى أكثر من 60% من الشباب الذين يصلون يوميا. وعندنا هنا عدد كبير من الدراسات التي تبين، من الدراسة التي قمت بها في فاس والنواحي نفس الشيء، تبين أننا 67% من الشباب يصلون الصلاة يوميا. إذن هذه مؤشرات لأنه الصلاة يوميا هي مؤشر كبير الذي يبين مدى ارتباط التدين المفرد، لأنه لا يمكن أن نقيسه باحتفال بالأعياد أو بختان. وهنا لا بد من الفصل بين شيئين، وهنا كيبين التحول. الفصل بين ما يمكن أن نسميه طقوس دينية وريتوال ريليجيو فريمون ريليجيو انديفيدويال اي كوليكتيف. alors الصلاة يوميا هي طقس ديني فردي يكون دائما بقناعة، في حين ماذا يلاحظ أن هناك طقوس أخرى عرفت انزلاقا في التمثلات وانزلاقا في الممارسة. أخذ على سبيل المثال الاحتفال بالعيد الكبير، العيد الصغير، الختان، هذه كلها عندها حضور ثقافي أحيانا يعني أكثر مما هو ديني، حضور اجتماعي أكثر مما هو ديني، لأنها فقدت قوتها الدينية مع الزمن. بمعنى آخر أن المجتمعات فعلت في المعتقد، حتى في المعتقدات سأتي إلى ذلك، فعلت في المعتقدات والطقوس و يعني قسمتها إلى هي التي أعطتنا هذا الاتجاه، أنه هناك ممارسة دينية فردية تتم عن قناعة، وهناك ممارسة تتم عن طريق التقليد أو الكونفورميزم، العيد الكبير ولا الأعياد الأخرى. وكذلك الختان الذي هو فقط يمكن نعتبره أنه سنة دينية أصبح هو رمز الانتماء إلى الإسلام. بدون ختان الأصل هو فقط سنة دينية، وليست سنة مؤكدة بالفعل، ولكن هي سنة. إذن هناك بمعنى آخر عالم الاجتماع لا يقيس تحولات فقط عن طريق الدراسة الميدانية، يمكن أن نبعد التاريخ أنه 14 قرن من الإسلام. يعني هنا أقول تقشير أنا واحد مسألة مهمة جدا، تقول أن القرآن نفسه كان لابد أن تقرأه المؤرخ قبل أن يقرأه الفقيه، لأنهم كتعرفون أنه جزء كبير في القرآن وكان تفاعل مع المجتمع.
الجزيرة العربية. إذن هذه التحولات مهمة جدا تبين إذن أن هناك تغير، ولكن هنا هذا القياس هذا المفهومي نضيف إذن تغييرات أخرى وهي السن والجنس أو النوع هي أساسية. حينما نقوم قمنا بدراسة هذا المفهوم السن مع كل هذه الدراسات التي كانت تطرقت لي مدى يعني حول الممارسة والمعتقدات الدينية، ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أنه كلما تقدم الإنسان في السن كلما يكون أكثر تدينا، يعني جيل لم يغير في هذه المتغير، هذا المسألة الأساسية. وكذلك مسألة أخرى مهمة جدا، ماذا يبين السن؟ أن المسنين الذين لهم الآن 80 سنة أو أكثر مقارنة مع جيلنا جيل الشباب كانوا أكثر ارتباطا بالزوايا وبالطرقية، كانوا جدد في الإحصاءات. ثم بعد ذلك سنجد أن هناك تراجع تدريجيا لمكانة الزوايا على الأقل خاصة عند الشباب، بشكل واضح أن هناك تراجع مكانة الزوايا. وبالنسبة للنساء يلاحظ هناك اختلاف، لأنه ولكن أين يوجد الاختلاف؟ في المعتقد. ليس هناك اختلاف جوهري، رغم أن النساء تصلين أكثر اليوم حسب المؤشرات التي توصلنا إلى المعطيات التي توجد في الأبحاث الأخيرة، لكن أين يوجد الاختلاف؟ في المعتقدات الشامية، في العين، في السحر، في الحجاب، الإيمان ببركة الأولياء، كل هذه الأشياء ما زال فيها اختلاف، وأن النساء أكثر، ولكن داخل فئة النفس النساء نفسهن السن عامل كذلك أساسي، يعني أن الشاب اليوم أقل اعتقادا ببركة الأولياء من الفئة المسنة. إذن هذا يعني يبين أن هناك اختلافات جوهرية بين الفئات فيما يخص الجنس والسن، وهذا حينما نربطه بعد ذلك بعامله يمكن أن نفهم أفضل لماذا هناك انتقال يعني في من جيل إلى آخر. وهنا يمكن استحضار بالنسبة للجيل الحالي أن حضور التيارات الإسلامية أثر بشكل كبير، وهنا أربطه بالمقاربة التي تحدثت عنها حينما ربطت كيف أن الدولة كان عندها مشروع وهو إدخال التيارات الإسلامية إلى أول الجامعة ومحاربة القياس. هذا هنا أتطرق في الكتاب إلى المسألة أن هناك أجيال سياسية والتيارات الإسلامية تم تشجيعها من طرف الدولة، والتي بدأت تكتسح الساحة الجامعية ثم اكتسحت هذا واستعملت كذلك طرق يعني أن التقاء الشعب عن طريق مثلا برامج في الأحياء الشعبية وانتشارها في الأحياء الشعبية بشكل كبير. وما من هذا العقل أن تكون هناك واحد حضور وازن، وهو ما نجده كذلك. لهذا نجد أن الصلاة يوميا سترتفع، وكذلك مجموع من الطقوس الدينية وسترتفع نسبتها مع الزمن. مسألة أخرى هي دائما كان الهاجس الذي كان يسكنني دائما هو مراجعة المفاهيم، لأنه في الغالب الأحيان مسألة الهوية هي هل يمكن أن نتكلم عن هوية اليوم بمعنى هوية إسلامية منسجمة وأننا لدينا مجتمع منسجم ومفهوم الأمة الإسلامية، أم أن لدينا هويات يتداخل فيها انتباه أحيانا القبلية لم تنتهي بعد، لأن هناك دائما رجوع أحيانا للقبلي كما تقول ميشيل مافيوزيلي، رجوع الواجهة للقبلي من ظهور التيارات الأمازيغية التي تدافع عن
إذن هناك هويات، ويجب الفصل بين الهويات الموضوعية والهويات الذاتية. فالهويات الذاتية هي تعبر أحيانا عن ما يروج في الخطاب، ما يروج في التيارات، يعني التيارات السياسية التي تكون، وبالتالي لا يمكن خلط بين الهويات الذاتية التي هي في عقد الأمر، دائما الهوية هي دفاعا عن النفس. وفي الغرب هذا ما شاهدته بشكل واضح، أنه الجيل الثالث يوم التي تعرفون أن ما زال مرتبطا أحيانا بالفكر الديني، دائما الرجوع إلى الهوية أساسي. نحن كذلك أمام الغرب والمد وأمام هذا نلوح بالهوية، ولكن هذه الهوية هي خطاب فقط. لكن الهوية الموضوعية هي كيف يمارس، كيف يعيش الإنسان الإسلامي، كيف يعيشه بشكل يومي. إذن سيتم تركيزنا بشكل كبير على ماذا؟ على الإسلام اليوم. لأن للأسف هنا أرجع إلى المسألة الأولى اللي قلت، حينما المقاربات كثيرة التي كانت للموضوع بناء على مفهوم الرجوع للإسلام، الرتور دي روليجيو، لم وكذلك على دراسة تيارات راديكالية هي التي كانت هم كبير للأنثروبولوجيين والسوسيولوجيين وحتى المؤرخين المغاربة قبلي وعلوم العلوم السياسية كذلك، كان الهم الوحيد هو دراسة التيارات الإسلامية. لم يكن هناك اهتمام بالإسلام اليوم، وهو أهم شيء، لأنه هنا نرى أن هناك طرق مختلفة لدى أفراد التدين، وهنا لا يمكن أن نجد نقول أن هنا لدينا هوية واحدة ولدينا منظور واحد للهوية الإسلامية، بل هناك تمثلات وطرق مختلفة. والإسلام اليومي هو الحل بالفعل هنا، حتى رجعنا إلى دراسة محمد طوزي الإسلام اليومي مع أحمد رقي الأخير، بدأوا يشيرون إلى مفهوم الأجيال، ولقد استعملتهم منذ 2005، أشير إلى أنه ليس هناك رجوع الإسلام، وليس هناك فقط التيارات الإسلامية التي توجد في الساحة، بل هناك الإسلام اليومي، إسلام وهو الإسلام الحاضر بشكل كبير. يمكن أن ندخل ضمنه الإسلام الشعبي، إسلام الزوايا، يمكن أن ندخل فقط إسلام إنسان عادي لا انتماء له ولا سأختصر. إذن كخلاصة، إذن مقاربة الموضوع لا يجب، لأن الإشكال دائما للباحثين بصفة عامة هو هذا المنظور، أحيانا الإيديولوجي، أحيانا جزئي، الذي لا يقارب الموضوع مقاربة شمولية. أنا أرى أنه من الأفضل أن نقارب الموضوع مقاربة دائما علمية وشمولية، وبناء على معطيات، ليس بناء على خطاب، بناء على معطيات ميدانية. فهنا من 1860 كما قلت مع وسترمارك عندنا معطيات، والذي يركز فيه بقى أن ذاك على البركة، ثم عندنا أبحاث أنثروبولوجية الجيولوجيا الكولونيالية، ثم دراسات مغربية. إذن هنا بناء على معطيات ميدانية يمكن أن نفهم أفضل الأشياء. وشكرا إذا أطلت أطلتم في فائدة وقراءة نقدية متأنية كما هو الحال مع مداخلة السيد رشيد الجرمي، والبحث في العلوم الإنسانية والسوسيولوجية بالخصوص لا يمكن أن يكون نقديا. C'est une science critique, tout d'abord. ووضحتم كيف أن بعض التمثلات وبعض القيم تستمر في هذا القبيل.
وهنا أستحضر لحظة العلوم الإنسانية لأن في آخر المطاف في نفس المفاهيم ونفس الأدوات الإجرائية التحليل لأن في آخر المطاف مشروع كبير اسمه التعجبي ينتهي إلى أن القبيلة تستمر فينا والغنيمة تستمر فينا والعقيدة تستمر فينا بتجليات أخرى. وذكرتم كيف القيام أيضا تتفاعل مع وسائل وروابط يعني الرقم العالم الرقمي والإنترنت ومدى مساهمتها في تفكك بعض العلاقات الاجتماعية التي ألفناها أن تكون على مكان فعلي وقد يكون ربما باب القيمة وهذا حق القيمة هو العدو لدود العلوم الإنسانية والسوسيولوجية عموما. فربما سيدي حسن أحجيج سيرصد تلك الروابط الاجتماعية والتحولات ديالها في سياق هذه العولمة ديال وسائل الاتصال والإنترنت. يعني هل واش هي مغالطة حقيقية أم ماذا؟ تفضل سيدي حسن.